بس مش قانوني في الحياه. يا هدى الميراث ما بعد الموت. أيوة. وقفتي في حته فيها شبكه؟ انا تمام. اتفضلي علي صوتك يا هدى عشان نسمعك والاساتذه برضو يسمعوكي عشان لو يعني حابين يردوا. انا عايزه اقول ان اول واحد بيضطر الزوجه ان هي للخلع هو الزوج نفسه، هو اللي ما بيديهاش حقوقها، وهو اللي بيبقى عارف بقى الفوا عنده بقى مشكله معاها، عرف يعني زي الاستاذ اللي بيقول ان هو كان عارف ان هي على علاقه بحد تاني. طيب من باب النخوه والرجوله ان حضرتك سابها بعد كده. يعني طلاقها، مش ان انت تعاند معاها وتبقى هي يعني انت اللي اضطرها للخلع. طب رد رد يا استاذ عمرو. مش هطلقها يا استاذه ساعتها، لو انا طلقتها بكل بساطه هتاخد نفقات وهتاخد العيال وهتاخد الشقه وهتاخد كل حاجه، فانا يعني ايه قصدت ان انا اتعبها شويه. افهمك بس، غير كمان ان الستات استني يا هدى نسمع بس وبعد كده رد. الستات اللي هي يعني ايه بتقول مثلا نتطلق ونخلع، اساءت لاقرانها من الستات. شوفوا قد ايه دلوقتي بقى في ستات وصلت لسن ال 40 سنه واكتر من 40 سنه ولسه ما اتجوزتش، وكذلك رجال لسه ما اتجوزتش. لا ده موضوع تاني خالص. مش ما انا مواليد ارتبط على كده. لا ده مش معتمد على ده خالص. فهو بس ده القصد. انا القصد انا حتى انا قلت انا هتكلم بصراحه. بصراحه مش هاممني، انا ما بخافش من الموت نفسه. الموت نفسه ما بخافش منه، لكني اخاف من اللي بعد الموت. ربنا احنا عايزين الصراحه. هي قضيه مجتمعيه يعني، الموضوع بسيط. اخدت قرار قلت خلاص، قلت تخلع في محكمه كانها حرب خلاص، مفيش رحمه، لان اولادي خط احمر. الست هي طالما هتخلع او هتطلق تسيب الولاد، لو الراجل هو اللي هيطلق انت بتعاقبها يعني، هيسيب ولاد. طب استاذه هدى عايزه تردي. خلاص العيشه معاك، يبقى هي مضطره ان هي تتعاقب وتسيب ولادها وتحرمها من الامومه ليه يعني؟ يا استاذ يا استاذه هي عايزه تخلع، هي عايزه تخلع، خلفت انجاز سن الحضانه. ده مش مسموح بالنسبه لي. سن الحضانه الراجل الصغير ربنا مفيش الكلام ده. سن الحضانه الصغير، سن الحضانه ينزل وتاخد الولد لحد 7 سنين. مش عارفين نسمعها. قولي يا هدى. هو دلوقتي هي عايزه تطلع عشان هي مش طايقه العيشه مع الشخص ده، يبقى العقاب ده هيتحرم من امومتها وتحرم من ولادها. ده اي قانون واي دين يعني، اي قانون لو من الناحيه القانونيه فده القانون، لو من الناحيه الدينيه فده حرام شرعا. فانت يبقى انت يعني ايه المرجع؟ المرجع صح. شكلك مريتي بتجربه صعبه يا هدى، ويعني انت مريتي بنفس التجربه يا هدى؟ هي اصدقاء نفس التجارب. طيب احنا بنشكرك ووجهة نظرك يعني، حرموهم المادية، حرموا من ولادهم. فيعني لو احنا بنقول ده مش شرع الدين، يعني ده مش شرع محرم شرعا، ده قانونا ضد القانون. طيب. ونفسي يعني ده بيسبب ازمات نفسيه لازم زي ما اخذنا هدى. انا بشكرك يا هدى. ناخد محمد. احنا مش يعني اتفضل يا استاذ محمد.